السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة الموت يفجع الفنانة داليا البحيري بعد ما طلعت وأعلنت الخبر وقالت قلبي موجوع عليك يا بنتي. هقول لكم شوية تفاصيل. كنا نتكلم معاكم النهاردة عن سمية الألفي مطلوبة للتحقيقات لهذا السبب. كنا نتكلم معاكم النهاردة عن الفنانة صابرين بعد ما طلعت وقالت أنا هاخد قرار مهم جدا في حياتي. هقول لكم كل التفاصيل وإيه الموضوع بالظبط. وكنا نتكلم معاكم النهاردة عن وفاة فنان شهير. اقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. بصوا يا جماعه هبتدي معاكم باول موضوع. موضوع الموت يفجع الفنانه داليا البحيري بعد ما طلعت واعلنت خبر وفاه بنتها اللي هي لسه مخلفاها عندها 8 شهور. وسبب الوفاه اقول لكم كل التفاصيل وهي قالت ايه بالظبط. تفاصيل مؤلمة عن وفاة ابنة الفنانة داليا البحيري. تحدثت الفنانة المصرية داليا البحيري عن بنتها والتي كانت تدعى خديجة ورحلت في سن صغير نتيجة إصابتها بالمرض. داليا البحيري قالت إن الله سبحانه وتعالى منحها أكبر طاقة حب وكلمة بحبك، وذلك عندما اختبرها بوفاة طفلتها خديجة وإنها كانت ودعته واستردها، وقالت إن الله قد رحمها من معاناتها واختار لها سبيل الراحة من أي أوجاع وآلام. بتقول خديجة بنتي لو كانت عايشة كانت هتتعب أكتر وربنا اختارها عنده علشان هي ترتاح، لإني كنت هتألم في كل مرة أشوفها بتتوجع وبتتألم، خصوصا إنها ما كانتش هتعيش حياة طبيعية. وبتقول إن الله عوضها عند وفاة طفلتها خديجة ببنتها تاني قسمت، مؤكدة إن أي لحظة عاشتها مع طفلتها قسمت شعرت بها أضعاف مضاعفة، خاصة وإنها تقلق عليها كثيرا. طبعا الفنانة داليا البحيري يا جماعة اتجوزت 3 مرات. زوجها الأول هو سعيد جميل، وزوجها الثاني فريد المرشدي الراحل فريد المرشدي، وزوجها الثالث كان رجل أعمال حسن سامي. وفاة بنتها جماعة خلفت بنت لا حول ولا قوة إلا بالله. كان عندها مشكلة أو كان عندها لو كانت كملت وعاشت كانت هتطلع طفلة لا حول ولا قوة إلا بالله غير طبيعية. فهي توفت وهي عندها 8 شهور. فهي بتقول لك كانت أصعب أيام في حياتي أو أصعب وقت في حياتها أيام ما بنتها دي اتوفت لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى منكم تدعوا لها دعوة كويسة في التعليقات. الموضوع اللي بعد كده موضوع الفنانة صابرين بتاخد قرار جريء في حياتها. او ايه القصة او ايه قصة القرار اللي هتاخده الفنانة صابرين هيقلب الدنيا وهيقلب حياتها. هقول لكم شوية تفاصيل. الفنانة صابرين تتخذ قرار جديد هيشقلب حياتها تماما. كشفت الفنانة صابرين عن اتخاذها قرار اعتبرته جريئا في مشوارها الفني، حيث اكدت انها تستعد للعودة الى الغناء بعد غياب طويل من خلال عمل فني للاطفال، ووعدت انه سيكون مفاجأة كبيرة رفض الكشف عن اي تفاصيل عنه. وقالت صابرين استعد للعودة الى الغناء بعمل فني جديد للاطفال سيكون مفاجأة للجمهور، واعدهم بانه سينال اعجابهم لكن لا يمكنني الكشف عن تفاصيله الان. واعدة جمهورها بانها ستعلن التفاصيل قريبا. هي بتقول ان هي هترجع تاني تغني وهتعمل حاجة للاطفال، يعني هتعجب الاطفال اليومين الجايين. فده القرار اللي هي بتقول ان هو كان هيشقلب حياتها او هيقلب حياتها. الموضوع اللي بعد كده موضوع سمية الألفي. سمية الألفي يا جماعة مطلوبة للتحقيقات لهذا السبب. سمية الألفي يا جماعة معمول لها محضر في قسم الشرطة من سيدة معينة. طب ايه القصة او ايه الموضوع؟ هقول لكم شوية تفاصيل وايه اللي حصل بالظبط. بصوا، تعيش الفنانة سمية الألفي حاليا فترة عصيبة بعدما تم تداول اسمها على السوشيال ميديا وفي المواقع الإخبارية بكثرة بسبب اتهامها بإتلاف بعض مقتنيات سيدة تسكن معها في نفس العقار. ورغم أن سمية الألفي بعيدة تماما حاليا عن أعين الصحافة والإعلام، ولكن بسبب هذه الأزمة سلطت عليها الأضواء من جديد. الأمر بدأ عندما تحررت سيدة محضر ضد سمية الألفي تتهمها أنها تتهرب منها بعدما تسببت في حريق منزلها الذي وقع الشهر الماضي في إتلاف بعض المقتنيات الموجودة في شقة هذه السيدة. ورغم أن سمية الألفي وعدت السيدة بتعويض مادي يبلغ 75,000 جنيه عن ما تسبب لها من ضرر، إلى أن السيدة ادعت تهرب سمية الألفي من الدفع.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول بلاغ تقدمت بيه سيدة اتهمت فيه الفنانة سمية الألفي بالامتناع عن دفع مبلغ 75,000 جنيه قيمة تلفيات لاحقت بشقتها جراء حريق التهم شقة الفنانة في يونيو الماضي، حيث كانت متواجدة خارج البلاد، وامتد الحريق لشقة السيدة المبلغة، مما أسفر عن حدوث تلفيات ببعض الأثاث والأجهزة الكهربائية، وتعهدت الفنانة سمية الألفي بإصلاح التلفيات، لكنها منذ ذلك الوقت تم طلب فيه دفع المبلغ المالي. اللي حصل ان انتوا عارفين يا جماعة ان حصل حريق الفترة اللي فاتت في شقة الفنانة سمية الألفي وهي كانت مسافرة مش موجودة، فحصل مشكلة في العقار اللي هي قاعدة فيه او الشقة اللي هي باسمها، وحصل حريق كبير، فالحريق ده امتد للشقة اللي جنبيها، الفنانة ما كانتش موجودة، فالست اللي في الشقة اللي جنبيها بلغت عن الحريق، على طول جم قوات الحماية المدنية وطفت النيران والكلام ده كله. فلما سمية الألفي نزلت وعرفت ان الحريق اللي كان بسبب التكييف بتاعها اللي في الشقة هو اللي عمل الحريق ده، وكمان هو اللي حرق التلاجة والغسالة بتاعت جارتها اللي جنبيها، قالت لها انا هديكي تعويض 75,000 جنيه وهاتي كل الحاجات اللي باظت عندك بسبب الحريق اللي حصل في شقتي. اتفقوا على كده، والفنانة من ساعتها ما اديتهاش فلوس لغاية ما الست دي راحت عملت محضر في الاسم باسم الفنانة سمية الألفي علشان تدفع لها 75,000 جنيه بسبب الحريق اللي حصل في الشقة. دي القصة من أولها لآخرها اللي حصلت أو سبب المحضر أو سبب وصول الفنانة سمية الألفي أمام مركز الشرطة. الموضوع اللي بعد كده، وفاة فنان شهير. وفاة الفنان محمود بندق عن عمر يناهز 47 سنة بيقولوا مات مقهور. القصة، رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان محمود بندق عن عمر يناهز 47 سنة بعد صراع مع المرض، ونعى أصدقاء محمود عبر حسابهم الرسمي على الانستجرام داعيا له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان. وكان الراحل يعاني من مرض السكر وتدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، ولم يتم الكشف بعد عن موعد ومكان جنازة وعزاء محمود بندق. محمود بندق يا جماعة ممثل مصري من مواليد 12 سبتمبر 1977، شارك في عدد من الأعمال منها ظرف صحي وماشيين بالعكس وراجل وست ستات الجزء الثاني. توفى عن عمر ناهز 47 سنة يا جماعة، كان عنده السكر، حصل له مشكلة أو حصل له تدهور حاد في حالته الصحية وحصل له غيبوبة، دخل المستشفى، دخل غرفة الرعاية المركزة امبارح، النهاردة الصبح طلع خبر وفاته. لا حول ولا قوة إلا بالله، كم فنان كده عارفين يا جماعة زي النسمة ما حسيناش بيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى منكم تدعوا لي دعوة كويسة في التعليقات، وتدعوا لجميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل، وتدعوا لجميع موتى المسلمين إن ربنا يرحمهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو الناس اللي بتشترك عندي يا جماعة، أتمنى من كل الناس اللي بتحبني تفعل زر الجرس.